المجموعة الأولى العباقرة قادرون باختلاف الموسم الثالث ومباراة رائعة وصعبة جدا ومتكافئة، وهفكركم بالنتيجة. فريق نفرتيتي 115، فريق المعز 110. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيكسب الثلاث نقاط، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. أول سؤال سندس مصطفى، تفضل يا سندس. هنشوف سندس والسؤال الأول وموضوع السؤال إيه. يلا يا سندس، لفة كاملة. هارد لك سويتش، ولكن محدش عارف. فريق نفرتيتي من حقوقكم تختاروا موضوع السؤال لفريق المعز، تحبوا تسألوا فيه؟ قدرات ذهنية. قدرات ذهنية 20 نقطة؟ 20. قدرات ذهنية. والسؤال هو حل المسألة الآتية: 44 في 12 زائد 55 في 40 يساوي كام؟ 44 في 12 زائد 55 في 40 يساوي كام؟ مفيش إجابة. أخذ إجابة من فريق نفرتيتي حالا. رشا؟ 2744. هي 2728. تاني يا رشا، هارد لك. إجابة خاطئة. هارد لك. هارد لك يا رشا. السؤال التاني مدام أميرة، تفضلي مدام أميرة، وهنشوف السؤال التاني وموضوع السؤال إيه. معلومات عامة. سؤال بعشرين نقطة؟ بعشرين نقطة. معلومات عامة. والسؤال هو من هي أول سيدة تتولى منصب مدير دار الأوبرا المصرية؟ أول مدير لدار الأوبرا المصرية اتولت المنصب 1988، وأول عميد المعهد الموسيقى، وأسست مهرجان الموسيقى العربية. أحمد فهمي إجابتك. رتيبة الحفني. رتيبة الحفني إجابة صحيحة، برافو عليك. سؤال ما كانش سهل، برافو عليك. 135 نفرتيتي، 110 المعز. السؤال الثالث جيمي، تفضل. السؤال الثالث وهنشوف موضوع السؤال إيه. وسؤال ب 30 نقطة إجباري. قدرات ذهنية تاني. سؤال في القدرات الذهنية ب 30 نقطة جوكر، دوسوا على البازر. قدرات ذهنية. والسؤال هو حل المسألة الآتية: 595 على 7 في 3 زائد 65 يساوي كام؟ 595 على 7 في 3 زائد 65 يساوي كام؟ في إجابة فريق نفرتيتي؟ لا ما عندناش إجابة. ما فيش إجابة. الإجابة 320. طبعاً فاضل سؤال واحد ب 30 نقطة، وهو اللي هيحسم مين اللي هيفوز بالثلاث نقاط. شعار الموسم. السؤال الأخير، السؤال الأخير. طارق الطيب، قافل الرياضة. أنت عايزه رياضة؟ هنشوف. لا يا طارق، قدرات ذهنية. عايز تزقها شوية كمان. سؤال في القدرات الذهنية، لو الإجابة صح ألف مبروك الثلاث نقاط، لو الإجابة غلط هروح بسرعة لفريق المعز وهاخد الإجابة في ثانيتها. دوسوا على البازر. قدرات ذهنية. والسؤال هو حل المسألة الآتية: 140 في 4 على 5 في 9 يساوي كام؟ 140
في 4 على 5 في 9. رشا هتساوي 200. إجابة خاطئة. في إجابة؟ إجابتك 1170. أول 3 نقاط لفريق نفرتيتي. إجابة خاطئة. الحمد لله. الحمد لله. الإجابة الصحيحة 1008. والسؤال ده الحقيقة كان ممكن يتحل بسهولة لو حسبنا 140 على 5، كانت سهلت المهمة لأي حد بيفكر يحسب. فريق المعز للأسف الشديد طارت منكم المباراة الثانية على السؤال الأخير. نحيي كلها فريق المعز. فريق نفرتيتي ألف مبروك الثلاث نقاط، بقى عندكم أمل الحمد لله كبير شوية. ده مش معناها أن فريق المعز ودع البطولة، لا لا خالص، لا لسه الماتش الثالث ممكن يكون حاسم، حدش عارف. في دور المجموعات ممكن أي حاجة تحصل. فريق نفرتيتي ألف مبروك الثلاث نقاط بتوع ماتش النهاردة، هتاخدوا نفس طبعاً قبل المباراة اللي جاية. الحمد لله. أفضل لاعب في ماتش النهاردة محمد عبد القادر ب40 نقطة. ترتيب المجموعة الأولى بعد ماتش النهاردة، نفرتيتي في الصدارة 3 نقاط من ماتشين 245 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثاني فريق الكرنك 3 نقاط من ماتش واحد 135 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثالث أخناتون 3 نقاط من ماتش واحد 130 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الرابع فريق المعز مفيش نقاط من ماتشين و 230 نقطة إجابات صحيحة. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف في حلقة النهاردة 245 نقطة، ويبقى مجموع النقط من أول حلقة لحد دلوقتي 2375 نقطة. في خزنة البنك الأهلي المصري الداعم الرئيسي لاحتياجات ذوي الهمم اجتماعياً وعلمياً وثقافياً ومهنياً في جميع محافظات مصر. دخلنا في حزبة بيرن ولكن لسه الأمل موجود. صعبتوا المهمة على نفسكم. فريق نفرتيتي مبروك الثلاث نقاط، هنشوف إيه اللي هيحصل الماتش اللي جاي. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.